دوره. تدري ببغداد اكو هواي اديره وهواي كنائس حتى ترجع الى العهد العباسي، يعني من ذاك الوقت من ضمنها عقد النصارى، يعني كانوا متواجدين باكثر من مكان، البتاوين صح؟ صح. انت تدري هذا التواجد العدد الكبير من الكنائس في العراق مؤسف من قديم الزمان طبعا، يدل على انه العراق البلد الاول للتعايش والتاخي والسلام. طبعا انت على طاري، تعرف اني من كنت هنا من 98 طبعا تقريبا، لما كنا مستقرين بالكرادة اقرب اصدقائي كانوا، اتذكرهم صفاء وياسمين، كانوا يجيبوني كل يوم احد وياهم هنا، وهسه هاجروا بسبب ظروف تعرف انا عاد بالعراس كل عرس اصدقائي.